بسم الله الرحمن الرحيم. اولا من لم يشكر الناس لم يشكر الله. الشكر لهذه القناه العتيده الدار وكذلك للطاقم الاداري والتقني الساهر على ايصال صوت الفعاليه المجتمع المدني. عاشت مدينه مكناس هذا اليوم حدثا تاريخيا الا وهو الترافع على مدينه مكناس. اذا قبل الترافع لابد من تكوينات، لابد من تفاعل مع المواطنين. هذه المحطة الثامنة كانت مخصصة للجالية بالخارج والذين حضروا معنا من طبيعة الحال وأفادوا بآرائهم حول السبل للنهوض بمدينة مكناس وإرجاع لها بريقها. كذلك بداية هذا اليوم كنا مع عروض مائزة، عروض قيمة تصب في الاحتفالات التي كانت مبرمجة. أولا ثورة الملك الشعب، كذلك عيد الشباب المجيد، وكذلك بالاحتفال باليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج. وكانت هذه الدورة الثامنة خصيصا لهذه الفئة المغربية من طبيعة الحال التي يعني تساهم بقيمة مالية بعملة صعبة من طبيعة الحال. أنا أشكر كل الحضور. بطبيعة الحال تميز هذه الفترة المسائية بتكريم، لأن جمعية الفنون للدعم والتأهيل والإدماج والبيئة دأبت دائما على تكريم شخصيات. التكريم اللي خصت به هي إدارة النادي المكناسي وعلى رأسها حفيظة المالولي وكذلك حميد الجميلي، وهو إطار بطبيعة الحال قانوني وإطار وحكم فيدرالي. بطبيعة الحال بحضور شخصيات وعلى رأسها السي عبد الله مشكور وكذلك السي العلوي عن المكتب المديري، كذلك السي عداب، كذلك أسماء وازنة التي يعني تعمل بخفاء من أجل هذه المدينة. هذا اللقاء وما تناوله من طبيعة الحال يصب أصلا في الدفاع والعودة مدينة مكناس إلى بريقها. كنشكر وسائل الإعلام ونتمنى أن نلتقي بكم إن شاء الله في المناظرة التي حددت بتاريخ من طبيعة الحال في شهر أكتوبر إن شاء الله. سنوافيكم باليوم المحدد إن شاء الله. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الأستاذ بوزيان عبد العلي، نائب رئيس اللجنة المغربية للمجلس العالمي للمبادئ والمواقع. اليوم يعني بمناسبة ثورة الملك والشعب، وفي إطار يعني لقاء تواصل مع الجالية المغربية في إطار المناظرة الأولى للترافع على عاصمة المولى إسماعيل لتنظيم مجموعة من الفعاليات في مدينة مكناس، كانت يعني دعوة كريمة من المنظمين للحديث عن برنامج تسمين المدينة العتيقة من خلال المعايير الدولية وكذلك القيمة الاستثنائية العالمية. فاليوم يعني في هذا الحضور يعني النوعي الكبير واللي لاحظنا مجموعة الوجوه المكناسية اللي تابعت المحاضرة واللي تكلمنا فيها على مجموعة من المعايير الدولية من خلال المواثيق الدولية ومجموعة ديال الوثائق اللي يعني من الوثائق ديال المجلس العالمي للمباني والمواقع، وكذلك هضرنا على القيمة الاستثنائية اللي كاينة في اتفاقية التراث العالمي من خلال المعيار للرابع الموجود في المبدأ التوجيهي 77. فحاولنا لنا الإحاطة في هذا الجانب
من الناحيه القانونيه ومن ناحيه النظره الانثروبولوجيه، وكذلك نظره يمكن ان تساير ما يتم القيام به الان على مستوى تنزيل فصول برنامج تسمية المدينه العاصقه. فاتمنى النجاح والتوفيق لهذا البرنامج، وكذلك محاوله استغلال كل الموروثات الثقافيه في مدينه مكناس، لانها تعتبر من القيم غير الماديه ومن التراث المادي الذي يمكن ان يساهم في المواقع التي تشملها او التي تم تصنيفها يعني كقيمه او ذات القيمه الاستثنائيه العالميه. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سعاد حمان، رئيسة جمعية المرأة والطفل والتضامن الإنساني، في إطار لقاء تواصلي حول الحدث التاريخي بمكناس قلب المغرب وقبلة الاستثمار وجدية المجتمع محور التنمية، يشرفني كرئيسة أن نحضر لهذا اللقاء الهام اللي كان بمثابة دورة لتقوية القدرات التربوية لفعاليات المجتمع المدني وحثه للقيام بأدواره الطبيعية. شكرا للجهات المنظمة وشكرا للحضور الإعلامي المتميز. شكرا. محمد برعي عن مختبر القصبة للدراسات والتدريب. اليوم حنا كنحضروا في واحد المناظرة، كنحضروا في المناظرة الأولى المحلية حول الطرف وعلى المدينة الإسماعيلية. طبعا حضرنا اليوم واحد يعني مساء جو الاعمال ديال المساء، كانت واحد الندوه ديال الاستاذ علي زيان اللي كانت في الحقيقه كانت ندوه جد مهمه، حيث ان تعرف الحاضرين تعرفوا واحد المجموعه ديال الحيثيات حول تسمية المدينه العتيقه، خاصه في الورش الملكي اللي كان. فبطبيعه الحال احنا كمجتمع مدني يعني كان الحضور ديالنا اولا من اجل البحث عن الاليات، وكذلك البحث عن التوصيات من اجل الترفع عن المدينه الاسماعيليه. استخرجنا واحد المجموعه ديال النقاط وخرجنا واحد المجموعه ديال الامور اللي تناولها المحاضر. بطبيعه الحال من بعد كانت واحد مجموعه الورشات اللي حتى هي كانت حول كيفيه الترافع على العاصمه الاسماعيليه، لان اللي عندنا الان اللي عندنا في المدينه ديال مكناس واللي اساسي الانسان خصو يبحث فيها اكثر هو كيفيه الترافع على مدينه مكناس والاليه، لان يعني كنعرفوا ان واحد مجموعه التجارب بدات في مكناس ولكن ما تكلتش بالنجاح. فكنتمنوا على ان المناظره هذه اننا نتكلل بالنجاح، واكيد لانه الفاعلين الجمعويين اللي مشاركين في مدينه مكناس ولا السياسيين يعني كانت جد مهمه. فكنتمنوا التوفيق لهذه المناظره، وكتبوا انها فعلا انه ترقى لذاك المستوى اللي الساكنه ديال مكناس انها كتمناه في يعني المدينه ديالها. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.